أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الواحدة زوالا مباشرة على الأولى. هذه أبرز العناوين. اليوم أول أيام العام الهجري الجديد، مناسبة تخليدها استحضار لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مناسبة تكتسي أهمية خاصة في نفوس المسلمين ولها مكانة متميزة عند المغاربة. في سباق مع الزمن، الحملة الوطنية للتلقيح تتوسع قاعدتها شيئا فشيئا لتشمل فئة 20 سنة فما فوق، والرهان معقود على بلوغ المناعة الجماعية الكفيلة بكبح جماح الوباء. عاشر غشت، اليوم الوطني للمهاجر، مناسبة لتسليط الضوء على وضعية مغاربة العالم ومكتسباتهم وأيضا إبراز نماذج ناجحة للمستثمرين مغاربة يساهمون في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. أهلا بكم، سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. اليوم أول أيام السنة الهجرية الجديدة، مناسبة دينية عظيمة تكتسي أهمية كبيرة في نفوس المسلمين كافة، حيث تمثل مناسبة مليئة بالعبر المستلهمة من حدث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ولهذه المناسبة أيضا مكانة خاصة عند المغاربة. دلالات ومعاني هذه المناسبة في روبورتاج سومية بالعياشي ومحمد حسن مسكور من مراكش. مطلع السنة الهجرية، مناسبة تكمن أهمية التوقف عندها في استحضار العبر والدروس من حدث هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الهجرة التي فتحت باب نشر الدعوة الإسلامية وتعليم مبادئ الدين الجديد. ربي سبحانه وتعالى أمره بالهجرة، علاش؟ لأنه كان في الخطر، هي فيها بزاف العبار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيها الصبر. السنة الهجرية يعني لازم نحتفلوا بها احتفال كبير. تخليد هذه الذكرى يعتبر كذلك مناسبة لتعريف وتذكير الأجيال الصاعدة بمبادئ الصبر والثبات في حياتهم اليومية وتعاملهم مع بعضهم البعض، اقتداء بخصال سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يدخلنا بالصحة والسلامة والخير ان شاء الله ويكف عنا هذا الوباء والحمد لله. شنو كاين السنه الهجريه بالنسبه لنا حنا ما عطيناهاش القيمه اللي خصها تكون، ماشي بحال الناس تاع بحال النصارى كي يتعاملوا مع العيد ديالهم الميلاد. حنا بالنسبه لنا حنا تيحتفلوا الناس ولكن اقليه بحال ما كاينش، ذاك النهار تيكون بحال نهار عادي. إقامة الندوات والمحاضرات بهذه المناسبة خير ما يجب أن تخلد به هذه الذكرى الغالية على قلوب المسلمين، وسبيل لتثقيف الناس وحثهم على التواصل مع مبادئ الدين الإسلامي الذي يدعو إلى المحبة والتسامح. في معطيات الحالة الوبائية ببلادنا يوم أمس، تم تسجيل 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5021 حالة شفاء و 69 حالة وفاة. أما فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، فقد بلغ عدد الملقحين بالحقنة الأولى إلى حدود أمس 15,342,370 شخصا، فيما تجاوز عدد الملقحين بالحقنة الثانية 11 مليون وبلغ 11,069,848 شخصا. وتستمر عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بوتيرة سريعة ووفق تنظيم محكم، والاستفادة منها باتت اليوم تشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، عملية لا بديل عنها لبلوغ المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية. من تارودانت، روبورتاج رضا عماو وأمين شرقاوي. سكينة في عقدها الثاني جاءت في موعدها لتلقي الحقنة الأولى من لقاح كوفيد-19 بعد توسيع الفئة المستهدفة من الحملة الوطنية للتلقيح المخصصة لعشرين سنة فما فوق، وبعد التأكد من المعطيات الخاصة بها وأيضا حالتها الصحية، حان دورها للتلقيح.
جيت اليوم باش ندير التلقيح ديالي، ومن هذا المنبر كندعي كاع الشباب، يعني كاع الناس الشباب اللي واصل عليهم التلقيح يجيو يديروا التلقيح باش هكا نوصلوا المناعه الجماعيه ان شاء الله. سكينة تلقت حقنتها الاولى وقد علمت الموعد المقبل لتلقي الحقنة الثانية من اللقاح، لقاح عنوانه الانخراط التام وروح المسؤولية لوقف انتشار رقعة الوباء. جينا ان شاء الله باش نضربوا الابرة على حسب الفيروس اللي كاين دابا، والحمد لله لقينا الناس عاطينا الوقت والتنظيم مزيان. جيت ندق هاد الجلبه الحقنه الاولى عندي، جيت اليوم ان شاء الله باش ندقها، وكنطلبوا من الله تعالى يرفع علينا هاد الوباء ان شاء الله. جيت اليوم باش ندير التلقيح، واستقبلتنا جمعيه الهلال الاحمر واستقبلتنا احسن استقبال، الاجراءات دازوا مزيانين. جيت اليوم باش نتلقى الجرعه الاولى من اللقاح في المركز الصحي اللي كان الاستقبال فيه جد في المستوى. العمليه ديال التلقيح في الاقليم هي غاديه على قدم وساق كما تعرف، واحد الوتيره متسارعه، خصوصا بعد يعني اعلان الوزاره فتح المجال امام الفئات الشبابيه والفئات العمريه من 20 سنه فما فوق. المندوبيه ديال الاقليم ديال تارودانت يعني مستعده لهذه العمليه، فهي وجدت 120 محطه ديال التلقيح منتشره على مختلف التراب الاقليمي. بهذا الفضاء بتارودانت الأطر الصحية المدنية والعسكرية تسهر على سير الحملة الوطنية واتباع مسار التلقيح بما يضمن تنزيله بكل فعالية. في هذه اللحظة تلقى الحقنة الثانية من لقاح كوفيد-19 بعدما تلقيت الأولى بالدار البيضاء. ظروف العمل حتمت علي أن أستفيد من اللقاح هنا بتارودانت، هي ميزة من بين مزايا عدة للحملة الوطنية للتلقيح التي لم تعد تخضع لشروط الإقامة والسكن بهدف بلوغ مناعة الجماعية والتسريع من وتيرتها وتجنب انتكاسة قد تعيدنا إلى النقطة الصفر. ولتسريع وتيرة التلقيح، وزارة الصحة تستعين بطلبة المعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة إلى جانب متدربي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي. النموذج من قلميم مع حافظ محضر. بوتيرة متسارعة تتقدم عملية التطعيم بمختلف مراكز التلقيح بقليميم سعيا للتصدي للتنامي المقلق لحالات الإصابة المتزايدة بوباء كوفيد-19. حملة تلقيح تشرف عليها أطر طبية وشبه طبية عن قطاعي الصحة العمومية والطب العسكري، بالإضافة إلى أعداد مهمة من طلبة معهد المهن التمريضية الذين انخرطوا بحماس في هذه الحملة الوطنية. قبل الانخراط في هذا العمل التطوعي تلقينا تكوينات في الطاقم الطبي والشبه الطبي التابع لقطاع الصحة. كيشرفني أنني نساعد الناس. لبينا النداء باش نشاركوا ونساهموا في هذه الحملة ديال التلقيح الوطنية اللي مشاركين فيها مجموعة من الأطر الصحية والطبية، وكذلك نحن طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية. احنا هنا مستعدين نواصلوا باش نكملوا هذه الحملة هذه إن شاء الله. بروح مهنية عالية وبحس وطني مسؤول يستحضر صعوبة الظرف والطارئ الصحي الصعب يكاثف هؤلاء الشباب المتطوعون من متدربي معهد المهن التمريضية من جهودهم جنبا إلى جنب أطر القطاع الصحي، أملا في تسريع وتيرة العمليات والخدمات الوقائية التي تقدمها هذه العملية الوطنية غير المسبوقة. بغية الوصول إلى الحماية الجماعية وكذلك إنجاح عملية التلقيح، قام طلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بقليميم بالمشاركة في هذه العملية التلقيح من أجل توسيع وتسريع وتيرة التلقيح، وكذلك من أجل تحسيس المواطنين وعن كيفية الحماية من كوفيد-19 وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية. حملة وطنية إذن حددت هدفها في محاصرة الجائحة العالمية في أفق القضاء على انتشار الوباء اللعين لتحقيق مناعة جماعية تمكن من طي صفحة زمن كورونا. تفشي سريع لفيروس كورونا في أنحاء مختلفة من العالم. في الصين قلق متزايد من انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى،
وفي الولايات المتحدة وزارة الدفاع تعلن أن التلقيح سيصبح إلزاميا بحلول منتصف شتنبر المقبل لجميع عناصر القوات المسلحة الأمريكية. وفي أستراليا مدينة سيدني سجلت اليوم حصيلة قياسية في عدد الإصابات بكوفيد 19. خليد الأحمدي. الوضع الوبائي في أستراليا يستمر في التدهور، ومدينة سيدني تسجل حصيلة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد رغم الجهود التي تبذلها السلطات لوقف الانتشار السريع للوباء جراء المتحورة دلتا. فأستراليا البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تحصي ما مجموعه حوالي 37 ألف إصابة و 940 وفاة بفيروس كورونا المستجد. متحورة دلتا تجتاح أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، والبنتاغون يعلن أن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد سيصبح إلزاميا لجميع أفراد القوات المسلحة الأمريكية بحلول منتصف شتنبر المقبل. وبعد إغلاق دام 17 شهرا جراء الجائحة، أعيد أمس فتح الحدود البرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أمام الأمريكيين. في المقابل تعود بعض الدول والجزر إلى الإغلاق بسبب الوضع الوبائي. جزيرة مارتينيك الفرنسية تدخل مرحلة ثانية من الإغلاق، ومرد ذلك إلى الانتشار السريع للفيروس. السلطات دعت السياح إلى المغادرة، والإغلاق يهم بالخصوص الشواطئ. وتستقبل الجزيرة تعزيزات طبية من فرنسا التي شرعت أمس في العمل بالتصريح الصحي في محاولة للتحكم في الوباء. فرق الإطفاء في دول حوض البحر الأبيض المتوسط تكافح لمواجهة حرائق الغابات بعدد من الدول. في اليونان ما زالت النيران مشعلة لليوم السابع على التوالي في غابات جزيرة إيفيا، ما دفع خفر السواحل إلى إنقاذ مئات الأشخاص عبر الشواطئ بعد أن انقطعت جميع وسائل الفرار الأخرى. وفي تركيا الحرائق تأتي على الأخضر واليابس في ولايات عدة جنوب وجنوب غربي البلاد، وقد ساعدت الأمطار الأخيرة في تخفيف منها. وضع مماثل تعاني منه إيطاليا وتحديدا جزيرة صقلية التي اجتاحتها النيران مخلفة أضرارا كبيرة في المنشآت على ساحل الجزيرة. مغاربة العالم في يومهم الوطني الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، مناسبة يتم فيها تسليط الضوء على وضعية المغاربة بالخارج والمكتسبات التي حققوها، وأيضا استعراض التحديات التي تقف أمامهم. فرصة أيضا للتعريف بإسهاماتهم في مسلسل التنمية ببلادنا من خلال مجموعة من المبادرات والاستثمارات. من مدينتي بركان والسعيدية نتعرف على مستثمرين مغربيين عاشا بكل من بلجيكا وهولندا واستفاد من تجربتهما بالخارج لإنجاز مشروعين في قطاعي الفلاحة والسياحة. روبورتاج سهام مخلفي ورشيد العتابي. أحمد تاريفيت مهاجر مغربي بهولندا قرر الاستثمار في بلده الأم قبل 20 سنة. بدأ تجربته الاستثمارية بمشاريع سياحية بالمنطقة الشرقية قبل أن يوسع نشاطه بإحداث مشاريع فلاحية مدرة للدخل. الاستثمار ديالي كان في هولندا وكان في الشرق الأوسط، ولكن الحمد لله منين سمعت الخطاب ديال سيدنا اللي قال الشباب اللي في أوروبا ولا اللي في خارج المغرب بغاو يستثمروا في البلاد ديالهم، راه البلاد مفتوحة لهم. والحمد لله احنا كنشكروا سيدنا على هذا المبادرة اللي دار مع الجالية اللي جاوا باش يستثمروا، اللي غادي يجيو عاد يستثمروا. ومن أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا السيد مصطفى مسعودي الذي يستعد لإطلاق منتجع سياحي بمواصفات عالمية تواكب التطورات المحدثة على مستوى البنية التحتية بالجهة الشرقية. خدنا واحد القرار باش ندخلوا للبلاد باش نديروا واحد استثمار اللي هو سياحي في المنطقة ديالنا الشرقية، اللي هي خاصها بزاف ديال الحوايج في اتجاه ديال 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 السياحة. رغم سنوات الغربة، العودة للبلد الأم هو حلم بالنسبة للعديد من مغاربة العالم، تجربة يسودها الطموح والتفاؤل من أجل إنجاح تجاربهم الاستثمارية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة السيد عبد الفتاح الفاتحي، كاتب متخصص في الهجرة واللجوء. مرحبا بكم أستاذ، وبداية ما هي الغاية من الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر ودلالة هذا اليوم أو رمزيته بالنسبة لمغاربة العالم؟ طبعا الاحتفال بهذا الحدث الهام هو تكريس لروابط العلاقة التلاحمية بين الجالية المغربية ووطنهم، وهو تكريس ملكي أقره جلالته نصره الله خلال 2003، جعل يوم 10 غشت يوم الوطني للمهاجر، ومن خلاله تحققت مجموعة من المكاسب التي جعلت المهاجر المغربي عنصر وركيزة أساسية في محور العملية التنموية والاقتصادية والسياسية، وتبت مشاركتهم في كل المحافل والأحداث الوطنية بشكل إيجابي، حتى أننا اليوم نتحدث عن مهاجر مغربي فعال وكذلك نموذجي على مستوى المنطقة بفضل الحكمة الملكية التي كرست وجود العديد من المؤسسات المعنية بالمهاجر، منها وزارة الجالية المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، ومن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومن ومجلس الجالية، وكذلك يعني مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي تقوم بدور أساسي على مستوى الاتصال الفيزيائي والجغرافي بين المهاجر المغربي ووطنهم. وأعتقد بأننا اليوم نحس برضا كبير من قبل الجالية المغربية على حسن تدبير المملكة المغربية لعلاقتهم بهم واحتضانهم وكذلك دعمهم وتعزيزهم، حتى أنه اليوم هناك الحديث عن تنفيذ مشاريع مستقبلية خصص أو جعل للمهاجر المغربي أنه يكون في نواة تنفيذها بحول الله. طيب السيد الفاتحي، مغاربة العالم خصصت لهم مكانة متميزة ضمن النموذج التنموي الجديد، برأيكم كيف يمكن للجالية المغربية المساهمة بشكل أكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وفي إشعائه في الخارج؟ طبعا تأكيدا لما سبق وأشرت إليه بأن المهاجر المغربي هو في صلب العملية التنموية، يبدو واضحا بأن اللجنة الوطنية قد جعلت له دورا أساسيا في البرنامج التنموي الجديد، وكذلك اليوم هناك محاولات مغربية من خلال كافة المؤسسات من أجل استقطاب الكفاءات المغربية للمشاركة في مجموعة من المجالات المحددة والتي تحتاجها المملكة المغربية، خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العالية الاتصال. ولذلك ينتظر من خلال المهاجر المغربي أفرادا أو مؤسسات أو كفاءات الالتحاق بالوطن للمشاركة في تنفيذ برامج هذا البرنامج التنموي. إذا قلت بأن المملكة المغربية تراهن على المهاجر ليس فقط من الجوانب السياسية أو من التحويلات الاقتصادية، ولكن جعلهم ركيزة أساسية لمشاركة إخوانهم داخليا على مستوى تقوية مكانة الاقتصاد المغربي، التي تقول الآن مجموعة من المؤشرات بأنه قادر على تجاوز محنة كوفيد، وأنه سيكون من الأوائل إقليميا في تجاوز يعني التحديات يطرحها كوفيد. لذلك فالمهاجر المغربي بوجوده في الدول الغربية وبفضل الكفاءات التي راكمها هناك، وبفضل كذلك الإمكانات المتاحة في السياسات الوطنية التي تضعها المملكة المغربية، بإمكانه المشاركة بفعالية وكذلك بثقة وكذلك بأمان. وأعتقد بأنه ستكون بوادر ناجحة في المستقبل لما نسمعه الآن ونحسه الآن من علاقة عاطفة جيدة بين المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك وطنهم الأم. إن شاء الله أستاذ، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. أستاذ عبد الفتاح الفاتحي، كاتب متخصص في الهجرة واللجوء. أينما حلوا وارتحلوا يسكن الوطن قلوبهم مغاربة العالم بانشغالات وانتظارات عديدة من الاستحقاقات المقبلة. من دكار مراسلة إبراهيم الهريم تقربنا من صوت الجالية المغربية هناك.
يترقب أفراد الجالية المغربية في داكار الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة ويعقدون عليها آمالا كبيرة. تجار وطلاب يقيمون في العاصمة السنغالية، ولكن ذلك لا يمنعهم من متابعة التحضير لهذه الانتخابات التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل. أحمد واحد من أقدم التجار المغاربة في مدينة داكار من محله في قلب داكار يتابع أخبار الوطن وينتظر من الانتخابات أن تسفر عن تحقيق مصالح المغاربة والدفع بوتيرة التنمية في الوطن. تطلع ديال الانتخابات إن شاء الله كما العادة، تنتظر إن شاء الله الانتخابات، وعندنا اليقين التام بأن غدوز في غتكون انتخابات نازية وغتخدم المصالح ديال المغرب وغادي نشوفوا مرشحين إن شاء الله في المستوى. محمد من موالد داكار ولكنه متمسك بمغربيته وانتمائه، لم تشغله الغربة عن متابعة تفاصيل يوميات الوطن الأم والتطلع لتطوره وازدهاره والحرص على أن تبقى صورته ناصعة في الخارج وهو يستعد لهذا العرس الديمقراطي. الانتخابات شنو كنتسناو من الناس اللي غيمشيو هو بقينا المغرب يتطور يمشي ديما لقدام يزيد لقدام، راه المغرب راه هو ديجا راه تبارك الله. تنطلبوا من الناس اللي مرشحين في المغرب، تنطلبوا منهم يخدموا البلاد، وراه الحمد لله البلاد ديالنا راه زوينه وتتبغي غير الناس اللي يخدموها والناس اللي عملوا بواحد الجدية. آراء المغاربة في داكار تتنوع وتتعدد لكنها تلتقي في المضمون، ألا وهو اتخاذ مسؤولين على مستوى تطلعات الشعب المغربي سواء خارج البلاد أو داخلها. ولكن ما يشغل الجاليات المغربية هو أن تعطي الانتخابات صورة ناصعة للمغرب الديمقراطي والتعددي، مستقيا الدروس من حكمة جلالة الملك. وللحديث عن مناسبة اليوم الوطني للمهاجر نربط الاتصال المباشر من باريس بالسيدة أو من فرنسا بالسيدة عبيدة شريف عضو مجلس مدينة إبيرني متخصصة في التماسك الاجتماعي والحضاري. إذن سيدة شريف، اليوم الوطني للمهاجر مناسبة للتعرف على آفاق المغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز روابطهم القوية مع الوطن الأم، كيف ترين مبادرة جلالة الملك محمد السادس لتسهيل عودة مغاربة العالم إلى وطنهم بأسعار معقولة في هذه الفترة؟ السلام عليكم، شكرا على الانفيتاسيون. شكرا. بمناسبة هذا اليوم 10 أغسطس اليوم الوطني للمهاجرين المغاربة، المغاربة في فرنسا هذا العام فرحانين بزاف لأن الملك أعطاهم، الملك محمد السادس أعطاهم المناسبة كبيرة باش يرجعوا في الباكونس من بلادهم، وهذا ستاكسيون اللي دار الملك راه مزيانة على المغاربة باش يجيو يشوفوا العائلة ديالهم والمغرب، ومزيانة على المغرب بلادهم ايكونوميكمو باش لان ايكونوميكمو ايزون بيزوان المغرب عن اذا الى بيزوان اوسي دو سيت اكسيون. دونك كلشي فرحان، كلشي مزيان، ونصهم احنا في الخارج في فرنسا فرحانين بزاف ديال المغاربة دخلوا البلاد هذا العام. دونك سيتي بون اكسيون، شوي ديزولي بور مون عرب. أكثر يا الفرنساوي أكثر من العربية. نعم، واضحة 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 اللهجة. إذن أستاذة شريف، كيف يمكن إسماع صوت الجالية المغربية والتعبير عن أوضاعها لتواصل مساهمتها في الدفاع عن مصالح الوطن؟ في فرنسا المهاجرين الصورة ديال الملك راه زوينة بزاف، وني تري فيير ديال الصوره ديال المغرب اللي كيعطي الملك ديالنا، لان المغرب بلاد قوي، بلاد مفكر، بلاد احسن بلاد في افريقيا. شو ديزولي بور لي زوتر باي. دونك الفكره وليماج ديال المغرب ديال المغاربه في الخارج جميله كثيرا. شكرا لك على هذه المساهمة سيدة عبيدة شريف عضو مجلس مدينة إبيرني بفرنسا متخصصة في التماسك الاجتماعي والحضاري بمجلس هذه المدينة. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز ما تابعنا فيها.
اليوم أول أيام العام الهجري الجديد، مناسبة تخليدها استحضار لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مناسبة تكتسي أهمية خاصة في نفوس المسلمين كافة ولها مكانة متميزة عند المغاربة. في سباق مع الزمن، الحملة الوطنية للتلقيح تتوسع قاعدتها شيئا فشيئا لتشمل فئة 20 سنة فما فوق، والرهان معقود على بلوغ المناعة الجماعية الكفيلة بكبح جماح الوباء. عاشر غشت اليوم الوطني للمهاجر، مناسبة لتسليط الضوء على وضعية مغاربة العالم ومكتسباتهم، وأيضا لإبراز نماذج ناجحة لمستثمرين مغاربة يساهمون في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.